السلام عليكم. ناشدت قيادات في نقابة عمال الميناء عدن الجهات المعنية أن تنقذ الميناء من عبث قوات التحالف في عدن، والتي تعمل على تجميد نشاطه ومنع تفريغ السفن التجارية فيه بأوامر مباشرة من غرفة عمليات التحالف بعدن. وقال البيان الذي أطلقه رئيس نقابة عمال الميناء أن الميناء يحتضر، وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها موظفون في الميناء عن سعي قوات التحالف التي تتحكم بالأمن في العاصمة عدن إلى عرقلة نشاطه ومنع الحكومة من تفعيله، رغم أنه أحد الموارد الرئيسية الممكنة للحكومة الشرعية. وتداولت وسائل إعلامية أنباء عن عرض قدمه الرئيس هادي للصين خلال لقائه السفير الصيني أمس بغرض قيام الصين بتفعيل نشاط الميناء لصالح الحكومة الشرعية، لكن مراقبون يقولون إن هكذا خطوة ستفتح النار بين هادي والإمارات والتي تعمل على تقويض سلطته منذ تدخلها في اليمن. فهل سيفعلها هادي ويستجيب لاحتياجات حكومته الإرادية ومصالح بلده؟ أم أنه سيستجيب لضغوط الرياض التي تتحفظ عليه وتمنعه من العودة لبلاده؟ وهل سيكون ميناء عدن هو الميناء الذي تخسره الإمارات بعد ميناء جيبوتي وأرض الصومال؟ أم أن هادي أضعف من أن يتخذ مثل هذه الخطوة؟ وأخيراً، هل سيكون دخول الصين في حال اتخاذ القرار عامل توازن اقتصادي وسياسي في المنطقة، خصوصاً بعد خذلان الدول الغربية الكبرى للشرعية؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. ميناء عدن يحتضر، هكذا ناشد رئيس النقابة العمالية بميناء عدن من يهمه الأمر لتدارك وضع الميناء وإنقاذه من الشلل التام. رئيس النقابة أوضح في مناشدته أن غرفة عمليات التحالف في عدن منعت سفنا تجارية من التفريغ في الميناء رغم حصولها على ترخيص رسمي من غرفة التحالف في الرياض، الأمر الذي عطل حركة السفن التجارية وقد يقضي تماما على الحركة الملاحية البحرية في عدن. قبل أسابيع نفذ عمال وموظفو الميناء وقفة احتجاجية ضد ممارسات الإماراتيين في عدن، والتي تمنع تفعيل نشاط الميناء وترفض منح تصاريح أمنية للسفن تمنعها من التفريغ في الميناء دون أسباب. مراقبون يقولون إن الإماراتيين يعملون على إضعاف ميناء عدن في إطار مشروعهم الإقليمي الذي يهدف للسيطرة على موانئ المنطقة الاستراتيجية لصالح ميناء دبي التجاري. الضربة التي تلقتها الإمارات مؤخراً في جيبوتي والصومال أفقدتها أوراقاً استراتيجية في اللعبة الاقتصادية الدائرة، وهو ما سيحملها على إحكام السيطرة على ميناء عدن ولو بطرق غير قانونية وتوظيف ذلك لمصالحها الاقتصادية. أنباء إعلامية تحدثت عن قيام الرئيس هادي بعرض تشغيل ميناء عدن على الصين خلال لقائه أمس الأحد بالسفير الصيني في الرياض، وإذا ما تم الأمر فإن هادي سيكون قد لعب بكرت الجوكر ضمن أوراق اللعبة الإقليمية. أكاديميون وناشطون كانوا قد طالبوا الرئيس هادي بالاستفادة من العملاق الصيني في اليمن بغرض تفعيل النشاط الاقتصادي وإحداث توازن سياسي في المنطقة وتجاوز الابتزاز الغربي. ميناء عدن يحتضر، فهل سينقذ الرئيس هادي الميناء والبلد ويكف عنها عبث الطامعين والمحتلين؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور أحمد الدباعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير. دعنا نبدأ معك دكتور أحمد من النداء الذي نشره سعيد عبود رئيس النقابة العمالية لميناء عدن للحاويات على صفحته في الفيسبوك، وهو نداء استغاثة وتحذير من التدهور الحاصل للميناء، خاصة يعني بعدما يشهده بسبب الإجراءات المعقدة التي تمارسها قوات التحالف العربي بقيادة الإمارات هناك. برأيك ما الذي يكشفه عن هذا التصريح؟ قد لا يكون جديدا هذا التصريح، لأننا نتحدث عن تجميد الشرعية في اليمن وليس فقط تجميد ميناء عدن أو تجميد نشاط تجاري أو مطار أو مرفق عام في الجمهورية اليمنية. نحن نتحدث عن تجميد أنشطة الحكومة اليمنية في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، وسلب القرار السيادي اليمني لصالح التحالف في الفترة الأخيرة.
فقضية تجميد ميناء عدن أو شلل ميناء عدن هو عبارة فقط عن أثر جانبي للصداع المزمن أو المشكلة الرئيسية التي تكمن في العلاقة الغريبة بين التحالف وبين الرئيس هادي. فلن نتوقع أكثر مما هو عليه الآن، لأننا نتحدث عن في عدن هناك أكثر من قيادة للمحافظة، هناك ازدواجية في حكم عدن، هناك لا توجد حكومة تستطيع أن تسيطر على عدن أو على المحافظات الجنوبية بشكل عام. وما حصل الآن من استغاثة بالنسبة لميناء عدن هو يتم عبر خنق الميناء للي ذراع السلطة أكثر، حتى لا تستطيع السلطة الحصول على موارد مالية وأن تقوم بالتمدد بشكل أفضل في المحافظات وأن تستعيد قوتها هناك. نعم، برأيك الدكتور يعني ما هي مخاطر استمرار تهديد النشاط الملاحي لميناء عدن كالتأخير المتعمد للبواخر في الغاطس وهي محملة بحاويات تحمل بضائع متنوعة تابعة لشركات تجارية؟ للأسف الشديد هذا الميناء طبعا هو الميناء الرئيسي في البلد، هو ميناء الحديدة وميناء عدن، والحديث عن إغلاق ميناء عدن أو الحد من نشاط ميناء عدن هو عبارة عن كأننا نقوم بمسك إحدى رئتي الجسد، يعني فتتعطل عملية التنفس الاقتصادي للبلد سينعدم تماما وسيتوقف. نحن نتحدث عن ميناء رئيسي في البلد، نتحدث عن أنشطة تجارية، الآن كثير من التجار يعتمدون على الميناء وأيضا المعونات الغذائية وما إلى ذلك. فعندما نتحدث عن إيقاف ميناء عدن أو الحد من نشاطه نتحدث عن خنق للمجتمع اليمني. القضية تتعدى أن فقط مجرد لي ذراع الحكومة هنا وهناك إلى لي ذراع الشعب اليمني وإذلال الشعب اليمني بشكل عام. نعم، إذن يعني تصريح مثل في هذا الشأن دكتور، يعني هل تتوقع أن يحمل مكاشفات أو احتجاج يعني من نوع ضد ما تمارسه الإمارات في عدن، خاصة وأنه ليس الأول ربما؟ يعني كما قلت العلاقة الغريبة بين الرئيس هادي وبين الإمارات يجب أن تحل. لا يجب أن فقط أن نقف ونتحدث عن إغلاق ميناء في المخا وميناء في عدن، نحن يجب أن نتحدث عن علاقة مشوهة بين رئيس جمهورية طلب من التحالف العربي أن يعينه لاستعادة سلطته، وبين والتحالف الذي جعل من الرئيس هادي كرهينة أكثر منه من رئيس جمهورية يمثل البلد. نحن نتحدث عن رئيس لا يستطيع الحركة بحرية بشكل يعني كما يجب أن يكون عليه. تواصله مع الشعب اليمني عليه ملاحظات كثيرة. لا يمكن تبرير بقاء الرئيس هادي يعني لمدة 3 سنوات الآن تقريبا، والحكومة في نفس الوقت تتحدث عن أن هناك 85 إلى 90% من الأراضي اليمنية محررة، لا فيها لا انقلابيين ولا حوثيين وما إلى ذلك. فالقضية الآن وما فيها أن هناك أمر خطير جدا في اليمن، هو يتم عملية لي سلطة هادي بشكل خبيث. نعم، لأنه من الصعب تجاوز الرئيس هادي قانونيا لأنه رئيس شرعي، لكنهم يتجاوزونه على الواقع بسلبه القوة تدريجيا في الموانئ وفي المطارات وفي كل المناطق والمحافظات، وبالتالي سنتحدث عن رئيس إذا استمر سكوته طويلا سنتحدث عن رئيس لا يمتلك قرار على الأرض بأي شيء، فقط يمتلك سلطة شرعية قانونية نظرية. نعم، نتحدث عن هذه العلاقة دكتور أحمد يعني بين هادي والإمارات، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد من القاهرة. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ فتحي، يعني الميناء تعرض لأكثر من محاولة تعطيل ولأكثر من إعاقة من قبل غرفة عمليات التحالف الموجودة هناك، برأيك ما هو هدف هذا التعطيل؟ لا، لم أسمع السؤال بشكل جيد لو ذكرت. نعم، الميناء تعرض لأكثر من مرة لتعطيل دوره في عدن، يعني خاصة من قبل غرفات التحالف هناك، ما هو هدف هذا التعطيل؟
الحقيقة أن اليمن كلها ومنذ 3 سنوات تعرضت للتعطيل من قبل الحوثيين ومن قبل التحالف للأسف الشديد، والوضع في اليمن وضع سيء للغاية. ومن بين الأماكن أو الأشياء التي تعرضت للتعطيل بشكل ممنهج ميناء عدن. للأسف الشديد الشعب اليمني التاجي خيرا حينما تدخل التحالف العربي قبل 3 سنوات لإنقاذ الشعب اليمني من عصابة الحوثي، لكن بعد 3 سنوات يقف الشعب اليمني ككل شمالا وجنوبا وفي عدن وفي صنعاء وفي كل مكان أمام الكثير من الممارسات الغريبة والعجيبة، ومن بينها تعطيل ميناء عدن. ميناء عدن يتعرض للتعطيل رسميا من قبل التحالف العربي، السفن تمنع من الدخول، السفن تمنع من الخروج، التصاريح الخاصة بالخطوط الملاحية يتم رفض إصدارها بشكل طبيعي. هناك محاولة كبيرة ورسمية ومنظمة من قبل غرفة التحالف العربي لتدمير ميناء عدن لتعطيل الملاحة في هذا الميناء. لماذا برأيك أستاذ فتحي؟ لم يعد مجهولا ولا يمكن تجاهله ولا يمكن التغاضي عنه ولا يمكن إنكاره. نأتي إلى جزئية لماذا؟ جزء من التحالف العربي ليس من مصلحته أن ينهض ميناء عدن، وهو ولكي نضع نقاط على الحروف، الإمارات ليس من مصلحتها أبدا أن ينهض ميناء عدن، لأن نهوض ميناء عدن يعني الإضرار المباشر بميناء جبل علي في دبي. لكن هذا للأسف شديد هذه الممارسات لا تفيد التحالف ولا تخسر التحالف أي شعبية. الميناء أساسا يحتاج له لكي ينهض سنوات طويلة، لكن هذه الممارسات هي في الأساس تضر المواطن اليمني في عدن، تضر المصالح التجارية البسيطة على شاشتها، تضر الناس، تضر الناس البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، الناس يمكن أن يستفيدوا من أي نشاط حقيقي للميناء ربما يخفف الكثير عن كاهلهم. لكن محاولات التعطيل هذه للأسف شديد مسيئة للتحالف، مسيئة لأهداف التحالف التي قام من أجلها في 2015. الشعب اليمني ككل بات فاهما لما يحدث من تعطيل في ميناء عدن، بات فاهما لكل ما يحدث من هذه الممارسات السيئة. السؤال هنا ماذا قامت الحكومة الشرعية أو ما هو دور الحكومة الشرعية التي للأسف شديد هي لا تزال متفرقة حيال ما يحدث في عدن من تعطيل وتدمير وتخريب وإحداث سلطات مازية للحكومة الشرعية. هذه وإدارتها بدأوا أو ظهروا بحالة من الضعف الشديدة التي انعكست للأسف الشديد على أدائهم وعلى حضورهم، وانعكست على الوضع العام في عدن. الوضع العام في عدن لم يعد واضحا أو مفهوما. نعم، إذن يعني من يدير عدن أساسا؟ أستاذ فتحي، يعني أقتبس لك من نص نداء الاستغاثة الذي يعني وجهه رئيس نقابة عمال ميناء. قال: ميناء عدن المنفذ الدولي لتغذية السوق اليمنية وشريان حياة المواطن يحتضر، فهل أنتم مدركون؟ تتوقع يعني بعد هذا التساؤل هل ستستدرك الرئاسة والحكومة موقفها وتحول دون انهيار الميناء؟ للأسف شديد هذه وإدارته دورهم سلبي جدا، أصبحوا مجرد أدوات بيد التحالف، هم لا يتحركون، هم لا ينهضون، هم لا يقوموا بأي دور. للأسف هذه حقيقة مؤلمة. رئيس نقابة الميناء وجه هذا النداء، وقبله وجه رئيس الميناء مدير الميناء نفسه، كل النقابات وكل الجهات الرسمية والأهلية في ميناء عدن وجهت أكثر من نداء، العالم كله وجه في عدن نداءات متكررة، قادة الألوية، الصحفيون، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الشعبية، وجهت نداء أكثر من مرة إلى الرئيس هادي بأن ما يحدث في عدن من عبث ومن تدمير ومن خراب لن يكون أساسا لا لصالح الجنوب ولا لصالح اليمن ولا لصالح القضية الجنوبية، وخطير على النسيج الاجتماعي في الجنوب، تشكيل ميليشيات، تعطيل للميناء، نهب وفوضى وصول صوصية وفوضى مخيفة في عدن. السؤال: ما الذي سيقوم به الرئيس هادي؟ الرئيس هادي لم يقم بشيء للأسف الشديد، يتفرج على ما يحدث في عدن والأوضاع تزداد سوءا. إذا لعب التحالف العربي وإذا دمر وإذا خرب هو من حقه للأمانة، أو لا أقول من حقه، لكن هو لا ليس ملام. الملام هادي أولا من جاب التحالف، وهادي هو من يمثل السلطة الشرعية. طالما الرئيس هادي
يلتزم الصمت، فهو المسؤول أولا وأخيرا قبل الناس. الناس لا يحق لها الأمانة، أقولها بكل صراحة، الناس لا يحق لها لا مساءلة الإمارات ولا مساءلة السعودية ولا مساءلة أي طرف. تعتقد أن صمت هذه هو سبب عدم تدخل المجتمع الدولي أستاذ فتحي؟ يعني لما لا يتدخل المجتمع الدولي لفرض موقف تجاه ما يحدث يعني من عبث إماراتي بحق اليمنيين في منافذها الحيوية، هل لصمت هذه دور في ذلك؟ أساسا العالم لم يتدخل، ورئيس هذه يخرج بين يوم وآخر ويقول للعالم نحن مع التحالف والأمور طيبة ولا يوجد أي اختلالات ولا يوجد أي عبث ولا يوجد أي فوضى. هذه هو سبب المأساة أساسا، وهو رأس المأساة كلها. يعني أن الناس لو أنها وجدت رئيس يتحرك أو يقوم بمهام بشكل أساسي ستنهض الناس وتقول لا، لكن الناس لديها رئيس عاجز، لديها رئيس لا يستطيع القيام للأمانة بمهامه بشكل واضح وسليم. على الرئيس هذه أن يخرج من حالة الصمت، أو على الأقل أنا أقولها بكل صراحة، على الرئيس هذه أن يقول للناس أنا لا ما عندي شيء، يعني أنا مش بيدي حاجة. هنا الناس بتتكيف من مع الوضع في عدن، بتتأقلم، بتحاول تعيش وضعها، بتحاول أنها تبحث عن صيغة جديدة للواقع الحقيقي في عدن. لكن يخرج الرئيس يقول لهم أنا الرئيس، أنا السلطة الشرعية، والوضع سيء، والوضع ينتهك أساسا أساسيات السلطة الشرعية التي يديرها. هو الرئيس الكارثة للأسف الشديد، أقولها بكل أسى، الرئيس هو من أضعف الناس، هو من أضعف الشعب، هو من أضعف قواته، هو من أضعف قيادي، هو من أضعف كل شيء. هو سبب البلاء الحاصل في اليمن كلها من 2015 من 2013 وحتى اليوم. السلبية التي يتمتع بها هذا الرجل سلبية قاتلة وكارثية. الناس تحترمه والله، وناس تعزه، وناس تقف إلى جنبه، وناس تعرف أن الرئيس هذه إنسان طيب وليس دموي، لكن للأسف الشديد السلبية هذه أصبحت قاتلة لكل صحيح. شيء. الناس في عدن اليوم يتعذبون، وضع التجار سيء، وضع الاقتصاد سيء، وضع الميناء سيء. الميناء أو أساسا هو يدخل المواد التجارية الخاصة بالناس، يعني ما الفائدة من تعطيل حياة الناس؟ ما الفائدة من تعطيل دخول بضائع؟ نحن لا ننافس دبي حاليا، ولا ننافس ميناء جدة، ولا ننافس العالم. نحن نبحث عن لقمة عيش للناس البسطاء في اليمن، في صنعاء، في تعز، في الحديدة، في أي مكان. ما ذنب هؤلاء الناس؟ ما ذنب الملايين من الناس الذين لا يجدون قوت يومهم؟ يعني التاجر اللي يورد السكر أو يورد الدقيق هو يغذي الشعب اليمني الذي أساسا تخلى عنه تحالف وقال يدله بسلة غذائية قيمتها 1500 ريال يمني. إذا نتركوا الناس يدخلوا البضاعة إلى 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 الأسواق اليمنية، ما الفائدة من محاربة الشعب اليمني؟ أقسم لك بالله العظيم أنا شخصيا ما مش فاهم إيش الداخل في اليمن. يعني هل هؤلاء جون يقودوا اليمن، ولا يبيدوه، ولا هل صار خيار أنه عدم قدرتهم على دخول صنعاء أن الحل يكمن في إبادة الشعب اليمني؟ أقسم لك بالله الوضع في اليمن صار صعب للغاية، والناس تحملت ما فيه الكفاية، وحان الوقت أن الناس تخرج وتقول لا يا أخي، لا للحبث العودي، لا للحبث التحالف، لا للحبث كل هذه الأطراف. ما ذنب الناس؟ نعم. الناس تواصل بهذا الصراع السيء. شكرا جزيلا لك فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور أحمد، يعني نحن نتحدث في نفس النقطة مع ضيفنا فتحي بالأزرق، يعني التي كنت أتحدث فيها معك، وهي علاقة هذه بالتحالف خاصة بالإمارات. في كل مرة نتحدث مع أحد المسؤولين أو يعني نجري لقاء يحدثنا عن علاقة طيبة بين الحكومة والإمارات، أن هذه كلها مجرد يعني تصريحات إعلامية لا أساس لها من الصحة، وإشاعات تود فقط أن يعني تشق الصف بين الإمارات والحكومة. ولكن يعني إذا ما ربطنا هذا الخبر في سياق تصريح وزير النقل قبل فترة، قبله أيضا محافظ عدن السابق، الآن مثل هذا النداء الذي أطلق اليوم، كيف يمكن قراءة المشهد، وخصوصا أن هناك من ضاق بهم الحال درعا بأن يصبروا على ما يحدث من الإمارات، موجودين يعني في الحكومة نفسها؟ للأسف الشديد نحن نتحدث عن علاقة الرئيس هادي والإمارات منذ تقريبا 2016. نعم. وننصح ونتكلم هنا وهناك في القنوات وفي الوسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، ولا أحد يستمع. الرئيس هادي عندما ذهب إلى الإمارات ولم يستقبله محمد بن زايد في الإمارات، أعطاه رسالة قوية. كان على الرئيس هادي في تلك الفترة أن يعلن للتحالف بتخليه عن الإمارات، أو يرى مجلس الأمن للنظر في علاقته بالإمارات واستبعادها من التحالف العربي.
بات واضحا الإمارات لديها أجندة في اليمن مختلفة تماما عن مشروع الرئيس هادي. الرئيس هادي لديه كان مشروعا نقيا، هو مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الستة الأقاليم. هذا المشروع بصراحة الآن يتعارض مع التحالف. يجب أن نكون صريحين ونتكلم لغة سياسية واضحة. إذن هنا نتحدث عن مشروعين متقاطعين. مشروع للتحالف يقوم على تقسيم اليمن بحيث اليمن الشمالي يكون تحت قيادة السعودية ووصايتها، واليمن الجنوبي تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة ووصايتها، وتبقى هناك محافظات يمكن الوسطى وما إلى ذلك إدارتها بشكل أو بآخر. وهذا الكلام وصلني أيضا من ساسة بريطانيين يتحدثون به الخليجيين يتحدث به الخليجيون مع البريطانيين والأوروبيين، ويتكلمون لغة أخرى تماما مع الرئيس هادي. ثم نتحدث الآن عن بعد هذا التقاطع كان يجب على الرئيس هادي أن يقول لا. قال الرئيس الصومالي وهو أضعف حالا من الرئيس هادي لا لليمن. ما الذي حدث له؟ لا شيء. الرئيس هادي لديه 30 مليون يمني، فقط يريد كلمة، هذا الشعب يريد كلمة للقول بأن التحالف انحرف أو أتى بمشروع يغاير المشروع الذي أتى به الرئيس هادي. سيلتم الشعب اليمني، سيخرج الشعب اليمني ويقول لا أيضا. لكن سكوت السلطة ودفن رأسها بالرمال والقول للشعب اليمني بأن كل شيء على ما يرام، وأن لا يخرج علينا قائد حزب الإصلاح كمان اللي يدوم ويقول نحن والإمارات تمام ونحن والسعودية يا سلام وما إلى ذلك من هذا الكلام الوردي الذي لا يغني، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم أيضا بقية الأحزاب تتحدث عن اتفاق مع التحالف. إذا نحن أمام خديعة كبرى، الشعب اليمني يتعرض لخديعة كبرى. اليمن الآن في وضع احتلال، هناك الميليشيات تعبث به في الشمال على طريق الحوثي، وفي الجنوب هناك ممزق، وفي الوسط أيضا هناك حصار تعز. نتألم، أصبحت كارثة إنسانية لا تطاق. ما زالت السلطة تتحدث نفس اللغة الخشبية بأن كل شيء على ما يرام مع التحالف. نعم. أتفق مع الأخ في فتحي عندما قال الرئيس هادي عليه أن يقول لا، عليه أن يتكلم ويخرج من هذا الصمت السلبي المطبق، لأن صمته أصبح الآن عبارة عن صياط تسلط على ظهور اليمنيين. الناس يعني في وضع كارثي لا يمكن وصفه في الجمهورية اليمنية الآن، ونحن نتحدث عن إغلاق ميناء بسبب أن الإمارات العربية المتحدة تتخوف في المستقبل إذا تطور ميناء عدن. ما هذه الأنانية المفرطة؟ هل هذه علاقة أشقاء بالله عليكم؟ نحن نتحدث عن ناس يموتون جوعا، أصحابنا وهناك يتحدثون عن يعني عن إمكانية تدمير القدرات التنافسية لموانئ الإمارات في حالة صحة موانئ عدن. أنا متأكد إنه لن تصحي موانئ إلا بعد سنوات، لأن لدينا إدارة سيئة جدا في اليمن. نعم، إذن نعم ينضم معنا أستاذ دكتور أحمد، ينضم معنا الأستاذ محمد علوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. يا حيا سهلا، أهلا بك. نود أن نعرف منك أستاذ محمد، هل ميناء عدن يقوم بدوره على أكمل وجه؟ أي سؤال استضافة؟ أي سؤال؟ هل يقوم ميناء عدن بدوره على أكمل وجه؟ طبعا ميناء عدن يقوم على بدوره على أكمل وجه الحمد لله تجاه كافة المتعاملين معه ولكافة الموانئ من ميناء عدن، من سواء المحررة وغير المحررة في المناطق الشمالية والشرقية وفي المناطق الغربية من أقصاها إلى أقصاها. في الأخير هو ميناء يمني تحت إدارة الحكومة الشرعية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، وهو الميناء الأكثر على مستوى الجمهورية من حيث القدرات وحيث الإمكانيات وحيث القدرة الاستيعابية، يقوم بواجباته على أجمل أجزاء. حلك الظروف من عدن كان دار حتى في أيام المعركة، في أيام الحرب في 2015 كان دار وقدم خدمات. نعم، لا نتحدث عن 2015، نتحدث الآن أستاذ محمد. يعني أود أن تفسر لي إذن نداء الاستغاثة الذي أطلقه رئيس نقابة عمال موانئ عدن، يعني وهو يتحدث ميناء عدن المنفذ الدولي لتغذية السوق اليمنية، شريان حياة المواطن يحتضر، ميناء عدن يحتضر، كررها في أكثر من رأي وناشد فيها رئيس الجمهورية بإنقاذ الميناء الذي يتعطل يوما بعد يوم، ترفض السفن المحملة بالبضائع وتتوقف لأيام في الغاطس، لا يسمح لها بتفريغ حمولتها. ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟ شوف، أنا أقول لك، أولا الميناء يعمل بطاقة الاستيعابية القصوى،
خذي هذه نقطة أولى في بالك. ثانيا مسألة تأخير السفن، نحن نتلقى العديد من الشكاوي، ومنها مسألة هذه الباخرة متأخر لها أكثر من 11 يوم تقريبا، مرخرة الباخرة مصر. قمنا بعد سلسلة لقاءات واتصالات مع كافة الجهات سواء في الرياض أو في التحالف العربي في عدن بمسألة هذه الباخرة تأخيرها. نعم أستاذ محمد، يعني أود أن تحدثنا عن حقيقة يعني مدى سيطرة غرفة عمليات التحالف على الميناء وتدخلها في قرار إفراغ الحمولات من عدمها وسير الميناء بشكل عام. ليس هناك تدخل من قبل التحالف بمسألة إدارة الميناء، هذا خذ في الاعتبار، لكن هناك إجراءات استثنائية فرضت على دخول البواخر والموانئ بشكل عام. من فرضت؟ من التحالف من بعد من بداية الحرب. نعم يعني، لكن ما تم الحديث عنه أن بعض هذه السفن يعني أخذت الموافقة من التحالف وقدمت، ولكن غرفة عملية التحالف التي في عدن والتي تشرف عليها الإمارات هي من منعت إفراغ الحمولة. شوف الباخرة صدر لها ترخيص، لكن أدي التوقيعات بمنع دخولها من الرياض، من غرفة عمليات الرياض في التحالف. نعم. هذه الباخرة ليس من قوة التحالف في عدن، لكنهم تلقوا التعليمات وبلغوا هذه الباخرة لا تدخل. يعني في البداية سمح لهم ثم أتى أمر التوقيف من الرياض نفسها؟ أنت تمر بظروف استثنائية وحرب والكثير أكيد من المعلومات الإعلامية وغيرها يتعلق بداخلة ما، لكن وصلت لها ترخيص لهذه الباخرة ووصلت فعلا، لكن أتت التعليمات من غرفة العمليات في الرياض للتحالف. نعم. لا تدخل، وتم إبلاغنا عبر عمليات التحالف في عدن، وأخذنا عدد جلسات بخوض هذا الباخرة، وتم رفع أكثر من مذكرة كان آخرتها اليوم من غرفة تجارية، لكن لم أتلقى جواب رسمي بشأنه، قالنا التعليمات لجلة أنها لا تدخل. نعم، إذن أستاذ محمد برأيك ما الذي يتوجب عمله الآن لإحياء الميناء وإعادة تفعيل نشاطه مثل السابق؟ شوف نحن بحاجة إلى شراكة استراتيجية مع الشركات العالمية بشكل عام، لأن الشراكة مع الشركات الكبرى العالمية في مجال النقل البحري والملاحة البحرية سيساعد على نهوض بميناء عدن بشكل كبير. كافة الموانئ اليمنية تشهد نهضة وطفرة كبيرة في موانئ الدول المجاورة، سواء في جيبوتي، سواء في الإمارات، في قطر، في السعودية، في كافة موانئ الإقليم، في مصر. نحن في ميناء عدن مع الأسف الحرب جعلتنا متأخرين وخارجين عن المنافسة في سرب المنافسة بين هذه الموانئ. الموانئ تشهد طفرة، الناس تتحدث على موانئ آلية، تتحدث على توسعات، تتحدث على قدرات، تتحدث على خدمات، تتحدث على موانئ خضراء، تتحدث على موانئ ذكية. نحن الجمهور اليمنية كافة موانئ الجمهور اليمنية خاصة من عدن خارج عن هذا السرب بسبب الحرب، بسبب سياسات نعم الحرب. إذن يعني إلى جانب مشاكل الحرب ومشاكل التحالف أستاذ محمد، يعني هل لديكم أي مشاكل داخلية أخرى؟ طبعا نحن جزء من بيئة تعيش اضطرابات سياسية، جيوسياسية، اقتصادية، أمنية، نحن جزء من هذه البيئة. نعم. الجمهورية تعيش أوضاع، الجمهورية اليمنية تعيش أوضاع استثنائية طبعا، أنت عارفة حرب وانقلاب وتلاها حرب طويلة لا ثالث سنة. الكثير من القيود فرضت بهذه الحرب، هناك مثلا التأمين المرتفع، الانكماش الاقتصادي، أصبحنا منطقة تعتبر خطرة بالنسبة للنوادي الحماية وشركات التأمين العالمي. الكثير من السفن، الكثير من ملاك البواخر لا يودون الدخول الى الموانئ اليمنية بشكل عام باعتبارها منطقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد علوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، واسمح لنا دكتور أحمد أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني البلد يمر بأسوأ ظروفه وهي الحرب كما تعلم، وكما تحدث الأستاذ محمد علوي الموانئ تتحدث عن توسعة، تتحدث عن تحديثات، تتحدث عن أشياء كثيرة، ومن عدن متأخر للغاية في أدائه بسبب الحرب. هل يعني كان من المفترض بعد أن حررت عدن أن تعطى المساحة لهذا الميناء للتنفس ولإعادة تشغيله كما يجب؟ طبعا دعيني أتكلم بوضوح، السلطة في اليمن وقعت في أخطر وأغبى خطوة اقتصادية في التاريخ يمكن يعني الحديث عنها. ما هي؟ كيف تقوم بتسليم ميناء عدن للإمارات المتحدة، والإمارات أصلا تسلمت هذا الميناء وعندما كان في اليمن يعني يعيش حالة سلام ولا يوجد فيه حرب ولا يوجد أي مشكلة، وقامت بقتل الميناء في تلك الفترة. الإمارات العربية المتحدة بشكل مختصر عندها تخوفات ومرض نفسي من موانئ اليمن. اليمن خلقها الله طبيعية، لها موانئ طبيعية، نحن موانئنا ليست مصطنعة، نحن وهبنا الله أفضل موقع في العالم كموانئ. هذا موقع استراتيجي، ثروة بشكل لا يمكن يعني لا يمكن وصفها. لا. الإخوة في الخليج متخوفين، سواء السعودية أو الإمارات، من قصة أن تنجح اليمن كدولة قوية وتستطيع إدارة موانئها. نحن نتحدث عن 2500 كيلومتر موانئ ويعني وشواطئ وأرصفة وما إلى ذلك، سوف تجعل اليمن هي التي تتحكم في البحر الأحمر وفي البحر العربي. يجب أن نعرف وين قوتنا الاستراتيجية، لكن نحن فرطنا في ذلك وسلمنا. نحن نعرف إدارة الموانئ منذ زمن سحيق، أما وعندما قمنا بتسليم أننا لا يوجد لدينا يعني لا يوجد لدينا مهارات إدارة موانئ وما إلى ذلك، سلمناها للتحالف. التحالف كان هدفه إخراج الحوثي من عدن، خرج الحوثي من عدن، يجب أن يخرج التحالف أيضا من عدن، وتقوم الحكومة اليمنية بالإحلال هناك، تقوم الحكومة اليمنية بإدارة عدن بمفردها. أما بقاء التحالف في عدن، هو هنا قمة الإشكالية، خلق ازدواجية، خلق فوضى، خلق عدن يحتاج. أنا أتفق مع الأخ محمد علوي أن الجيوسياسية الآن ضد عدن بسبب أن الأمور هناك اضطراب في المنطقة. ميناء عدن كلما كان في اضطراب في المنطقة هو قتل لعدن لسنة أو لسنتين مستقبل. نعم، يعني وإلصاق الاضطرابات بهذا الميناء هي تهمة خطيرة، لأننا ستقضي على سمعة عدن وتقضي على سمعة اليمن. سنسوق فكرة للعالم بأننا دولة مضطربة، موانئنا غير آمنة، لا نجد إدارة الموانئ، لا ليس لدينا امن وما الى ذلك، وبالتالي يفقدنا قوتنا الاستراتيجيه التي تحدث عنها في بدايه الحديث. نعم. طيب دكتور احمد، يعني تداولت اليوم وسائل الاعلام خبر يعني تسليم الميناء للصين كخطوه ربما يعني تتم، ما الذي يمكن ان تحدثه من فرق لو تمت هذه الخطوه؟ تابعت الخبر لكن لا استطيع ان اؤكد ولم اتلقى اي معلومات مؤكده حول ما قامت به الحكومه مع الصين، لكن هي خطوه في الاتجاه الصحيح. انا كنت اتحدث سابقا منذ شهور وقلت ان التحالف العربي لو شعر بان الرئيس هادي والحكومه اليمنيه لديها خيارات اخرى سيغير من سياساته في اليمن، لكن المشكله الرئيسيه ان الرئيس هادي والحكومه اليمنيه أوصلوا لرسالة للتحالف بأن ليس لديهم أي خيار آخر غير التحالف، ولذلك التحالف يعربد بشكل كبير في اليمن، يعربد اقتصاديا وأمنيا ويتدخل في شؤون داخلية في تعيين المحافظين وإبعاد قادة الألوية وتكوين ميليشيات وما إلى ذلك، بسبب أن الحكومة اليمنية لم تستطع أن تقدم بديلا آخر. الآن الخطوة باتجاه الصين أو باتجاه أي دولة أخرى هي خطوه في الاتجاه الصحيح، لان العالم متسع، يجب ان يكون لدينا خيارات اخرى. يجب ان تكون علاقاتنا مع دول منتجه. العلاقات التي نعتمد عليها الان مع التحالف، هذه الدول التي لا تستمع الا للراي الواحد
وتتعامل مع اليمن بهذا الشكل المتعالي كدولة فقيرة ليس لها حول ولا قوة، وبالتالي سلبنا إرادتنا وسلمنا إرادتنا للتحالف وسيادة البلد للتحالف، ويا ليت هذا التحالف لديه خيال إداري أو خيال سياسي يخرجنا من الأزمة. للأسف الشديد التحالف أيضا هو في حفرة كبيرة في اليمن، التحالف أيضا يعاني من أزق كبير في اليمن، ولولا الدعم الغربي من القوى الكبرى التي تستفيد من الصفقات السلاح لا ننتقدها العالم بشكل كبير، لكن هناك صفقات. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ دكتور أحمد يعني أن نأخذ في نفس السياق الأستاذ أنيس منصور رئيس تحرير الموقع هنا عدن من الرياض. مساء الخير أستاذ أنيس. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولضيفك ولأعزاء المشاهدين. أهلا بك أستاذ أنيس. نشر موقعكم تصريحا عن اتفاق مبدئي لتوقيع الرئيس هادي عقد استثمار ميناء عدن مع دولة الصين الشعبية، ما هي معلوماتك حول الموضوع؟ طبعا هو عبارة عن كلام، إلى الآن ما فيش توضيح رسمي من رئاسة الجمهورية، لكن أنا أقول لك أنه الخيارات كلها والاحتمالات واردة، أن هناك كثير من الأوراق التي يستطيع الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يوقف العبث المزري والمخزي الذي يجري على المحافظة الجنوبية تحت مسمى الانتقالي، الحزام الأمني، النخبة الشبوانية، النخبة الحضرمية وغيرها من المسميات والمصطلحات التي كانت عبارة عن ميليشيات خارج إطار المؤسسة الرسمية، لا يوجد لديها قرار جمهوري، لا تخضع لرئاسة الجمهورية ولا للدولة، أصبحت عائق. استخدمت مصطلح ومسمى الإرهاب لمخالفة الرأي العام محليا ودوليا، أشياء كثيرة جدا، وبالتالي بدأ الرئيس عبد الرب منصور هادي يلوح في الفترة الماضية، خلال الفترة الماضية عندما كان الانقلابيين الجدد في المحافظة الجنوبية حاولوا انقلابهم على الشرعية في محافظة عدن، لوح بأوراق كثيرة جدا وقال أنه لديه أوراق كثيرة جدا تجعل هؤلاء صغارا وبعيدا عن المشهد، لكن دائما ما يلعب بالتوزيعات. أنا ضد الأخ الذي قبل قليل يهاجم رئاسة الجمهورية أو يهاجم، عندما نتحدث عن التحالف علينا ألا نهاجم التحالف، علينا أن نفرق بين الإمارات ومخططاتها، وعلينا أن نفرق بين المملكة وواجباتها. لكن نحن نتحدث عن قيادة، عن منظومة اسمها التحالف العربي، يعني حتى نحن ندين صمت السعودية على ما تعمله الإمارات، ندين صمت الرئيس هادي. اسمح لي فقط أن أسألك، يعني موضوع الاتفاق مع الصين هل ما زال مجرد لم يبت في أمره حتى الآن، مجرد اتفاق يعني أو أحاديث لا نعم. الموضوع هو عبارة عن نقاش عادي طرح وعرض على الإمارات أو عرض على الصين على أساس عملية تأجير وعملية استثمار، لكن أنا هذا الكلام الذي خرج من وسائل إعلام متعددة بما فيها أيضا خلف اللقاء تمت مع رئيس الجمهورية مع السفير الصيني يوم أمس، ولقاء اليوم مع السفير الصيني مع نائب رئيس الجمهورية، لكن أنا أقول لك لا نستطيع أن نؤكد الخبر تأكيدا. ما مدى إمكانية حدوثه إذا أستاذ أنيس؟ هل يستطيع الرئيس هادي اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ الرئيس هادي يستطيع أن يتخذ خطوات أكبر مما تتصوره. وما الذي يمنعه؟ الذي يمنعه أن هناك التزامات كثيرة جدا موجودة وسط التحالف أو موجودة. الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الشرعية ورئيس الدولة بيد القرار وأولية المرحلة تقتضي الحفاظ عليه، سواء تواجد داخل الوطن أو خارجه، سواء كان عليه ضغوط أو غيرها. الرئيس عبد الرب منصور هادي في ظل يعني هناك عليه تكالب وتآمر ومحاولات إيجاد طرف ثالث وحملات وتحركات تجري للصناعة وإيجاد شخصيات جديدة على أساس أنها ستكون المنقذة، لا خيار إلا بالتمسك بالرئيس الرمز للشرعية الدولية اليمنية، الوقوف إلى جانبه ومواصلة تطهير الوطن من الإنقلابيين، سواء الإنقلابيين جدد أو الإنقلابيين السابقين، استعادة الجمهورية. ما عدا ذلك فهو إعاقة إفساح الطريق للإنقلاب وهو المستفيد من كل ما يحصل. الذي نريد أن نقول له لا نستهين بدور الرئيس ونقدمه كأنه ضعيف أو كأنه أسير أو كأنه مسجون أو غيرها من المصطلحات. الرئيس عبد الرب منصور هادي أنا أقول لك هو هناك التزامات مع التحالف، هناك معركة عسكرية مع إنقلاب وعدو استراتيجي، هذا العدو هو ضد اليمن شمالا وجنوبا، ضد الشرق وضد الخليج، ضدنا جميعا، فبالتالي عندما يتم النبش
كثير من المعارك والفجوات الجانبية في هذا التوقيت حاليا، واتخاذ بعض القرارات التي ربما لن تكون لمصلحة الوطن حينها. نعم يعني أننا أمام تمزيق وستحول. نعم نحن نتمنى أن يحدث مثل هذا الأمر وأن يتم تلافي جميع الأخطاء. أستاذ أنيس، يعني أحب ما علينا أن يتخذ الرئيس هادي موقف تجاه العبث الحاصل بالمحافظات الجنوبية يعني تجميد الشرعية هناك. شكرا جزيلا لك أنيس منصور، رئيس تحرير الموقع هنا عدن، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. تعليقك أستاذ الدكتور أحمد، هل الرئيس هادي ما زال قادرا فعلا على لا يختلف احد نعم مع الاخ انيس منصور بقضيه انه الرئيس هادي يستطيع، وان الرئيس هادي هو الرئيس الشرعيه. طبعا اغلب الشعب اليمني كله مع الرئيس هادي، لكن الشعب اليمني يتطلب الان خطوات جريئه من الرئيس هادي، لان الوضع الموجود على الارض يتطلب سلوكا اخر مغايرا، يتطلب جرأة اكبر، لأن هناك الأمور في أمور يعني تم تجاوز حدود المنطق فيها في قضية الموانئ والمطارات والتعيينات والأهزمة الأمنية. لو استمرينا على هذا السكوت سنحتاج 20-30 سنة لنفكفك كل هذه المنظومة الفاسدة التي بناها لنا التحالف في المحافظات الجنوبية، وتكوين ولاءات خارج ولاء الدولة وخارج ولاء الشرعية. لذلك الرئيس هادي نعم يجب أن يقف الشعب اليمني معه، ولكن يجب الرئيس هادي أيضا أن يقوم بخطوات جريئة على الأرض، لأن الزمن ليس في مصلحتنا الآن. الشعب اليمني يحتضر المأساة في الجمهورية اليمنية، تعتبر هي الأسوأ على كوكب الأرض، هناك ملايين الجوعى والمرضى وما إلى ذلك. لذلك يجب أن يكون الرئيس هادي عند مستوى المسؤولية في هذه الفترة، ونأمل ذلك الحديث عن عواطف بأن تخلي عن هذه، لا نريد أن نتخلى. نحن مع الرئيس هادي لأنه له مشروع كما قلت في البداية، مشروع وطني محترم، هو مشروع الدولة الاتحادية. ولكن هذا المشروع يتطلب قوة شعبية وقوة من القيادة أيضا لتقف لتدافع عن المشروع، لا أن تترك هذا المشروع في قارعة الطريق وتنتظر من الآخرين تنفيذه. نحن من يستطيع تنفيذ الدولة الاتحادية وليس التحالف وغير التحالف. نعم، يعني اتخاذ مثل خطوة الصين إن تمت دكتور أحمد، هل تعد رد وافي لما يحدث، وأن يعني فعلا هادي قادر على اتخاذ أي خطوة خارج عباءة التحالف؟ أعتقد كتحليلي الشخصي أنها خطوة صعبة جدا في الفترة الحالية، لأن هي تعتمد بشكل كبير على علاقته بالمملكة العربية السعودية. إذا المملكة العربية السعودية خففت من ضغوطها على الرئيس هادي وعلى الشرعية ولم تتخلى عنه لصالح مشاريع أخرى، يمكنه فعل ذلك، وأيضا هو يمكنه حتى بالمخاطرة بعلاقته مع السعودية. لكن لا نريد، نحن كنا نتمنى أن نكون كأشقاء في جبهة موحدة ضد التمدد الإيراني في المنطقة، ولكن للأسف الشديد هناك مشاريع قاصرة، مشاريع أنانية للتحالف أدخلتنا في نفق مظلم. أتفق مع الأخ أنيس في قوله نحن أمام مشروع واحد، نحن مستهدفون، السعودية العربية مستهدفة، والإمارات العربية مستهدفة أيضا، فقط نريد ثقة فيما بيننا البين. حتى نحن نريد شراكة اقتصادية مع الخليج بشكل عام، نحن بالأخير أشقاء عرب. لكن النظر لليمن بهذه الدونية وبأننا شعب قاصر لا نجيد إدارة شؤوننا، نحن نذكر الجميع لسنا دولة طارئة في المنطقة. نحن لنا 4-5 آلاف سنة نعرف الدولة من قبل هؤلاء، هذه الدول المحيطة بنا كلها. لذلك فقط نريد دعم الرئيس هادي في التخلص من الانقلاب، لا أن يأتوا لنا بخطط من عندهم ويجعلوننا فقط مجرد حقل تجارب لخططهم. نعم نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.